صباح الخير أحبائي وأعزائي، وكل عام وأنتم بخير، ويا رب يكون صباحكم صباح سعيد، صباح جميل. جاءنا خبر عاجل، وفاة 21 شخصا بحريق ببناية سكنية. أفاد مصدر طبي وفاة 21 شخصا جراء حريق ضلع في بناية سكنية بمخيم جبلايا شمال قطاع غزة. وأعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد عن وجود عدد من الوفيات والأصابات نتيجة حريق كبير في إحدى البنايات السكنية بمعسكر جبلاية شمال غزة قطاع غزة. وقال البزم في تصريح أن قوات كبيرة من طواقم الدفاع المدني والشرطة. مساء الخير أحبائي وأعزائي، هالة صدقي تخرج من المسيحية. طلاق هالة صدقي يسبب ضجة عارمة المسيحية التي أنصفها القضاء للمرة الثانية. هالة صدقي تتسرب محركات البحث بعد إعلان طلاقها. تصدرت الفنانة المسيحية هالة صدقي الترند منذ إعلانها طلاقها رسميا من زوجها الثاني سامح ثابت، حيث انها تعد الزيجة الثانية للفنانة المسيحية ديانا هالي صدقي. طلاق هالة صدقي، قضت محكمة قصر القصر النيلة بتطليق الفنانة هالة صدقي رسميا من زواجها سامح سامي بعد أن حكمت المحكمة لصالحها بجميع القضايا المتبادلة، فأغلقت المحكمة هذا الملف نهائيا. وفي أول رد فعل الفنانة هالة صدقي، حيث علقت على طلاقها من زواجها سامح وسامي عبر حسابها على الانستجرام، فكتبت قائلا: يوم جديد، يوم سعيد، وكل خير، وكل فرح، وكل نجاح، وانتصار، وشمس جميلة تطلع تنور دنيتنا. واختتمت هالة صدقي منشورة بصباحكم كل خير كم، انهالت عليها تعليقات المتابعين لها بشكل كبير للغاية. وتصدرت هالة صدقي محركات بحث جوجل فور إعلان نبأ طلاقها رسميا. محكمة الأسرة تنصف هالة صدقي. حكمت محكمة أسرة قصر النيل على سامح زكريا زوج الفنانة هالة صدقي بالسجن لمدة شهر لرفع دافع الرسوم الدراسية لطفليهما سامو ومريم التي قدرهما ب50,000 استرليني. تطلب من زوجها سامح سامي دفع الرسوم الدراسية، لكن الأخير يرفض دفعها. كما قررت المحكمة تأجيل استئناف رفعة الشبيب محامي الفنانة هالة صدقي ضد تسكير الزوج سامح سامي بمطالبة زوجته هالة صدقي في بيت الطاعة المقرر عقدها في الأول من سبتمبر، وذلك للنظر في القضية. وحددت المحكمة أيضا جلسة 13 يوليو، وذلك للبت في طلب تجميد النفقة المقدم من هالة صدقي والبالغ 320,000 جنيه وسبب طلاق هالة صدقي. بدأت الأزمة بين الفنانة هالة صدقي وزوجها سامح سامي بعدما طلبت زوجته تحليل الحمض النووي لبصمات أطفالهما التوأم الجيني بعد تصاعد الخلافات الزوجية بينهم ووصولهم إلى طريق مسدود أمام المحكمة بتهمة التشهير بها وطفليها. وأثناء الأزمة مع زوجها عانى والد زوجها من مشكلة صحية بسببها، حيث دعمته الفنانة هالة صدقي ودعمته خاصة بما يتعلق برحلة زوجها للخارج التي شكرها عليها. كل الشكر وكل ليكم الحب، وأتمنى لكم أن تكونوا بخير وسعادة. وهالة صدقي في حالة غير ميسورة، وهي تطلق بمزاجها، وأصبحت هي الآن غير مسيحية، لأن المسيحية ليس بها طلاق إلا لعلة الزنا. ولكن ما هو رد فعل الكنيسة؟ الكنيسة لا لها دخل فيما يخص إرادة الأشخاص، فهنا هالة صدقي تتصرف بإرادتها ولا تدخل، كما إنها خرجت من الأرثوذكسية إلى الكاثوليكية ومن الكاثوليكية إلى الأرمن أرثوذكس ومن الأرمن، فهي تلعب بالدين المسيحي بالتلاعب الذي تراه. ولكن نجد أن الله يحاسب كل إنسان على تصرفاته وعلى ما يفعله. كل الشكر والحب ليكم أيها الأحباء والأصدقاء، وأنتظر منكم تعليقاتكم ولايكاتكم الجميلة وما تفعله هالة صدقي بدينها المسيحي. تقول: صباح جديد وصباح أمل بعد خروج هالة صدقي من المسيحية بهذه الطريقة، ولا نقدر نستطيع أن نحكم هل هي بذلك خرجت أم لم تخرج. الله هو الذي يحاسب الجميع، ليس من حقنا أن نحاسب أي شخص آخر
بتصرفات وافعال، لان الله هو العادل وهو الذي يحاسب جميع الناس. شكرا لكم احبائي، وانتظر منكم التعليقات ولايكاتكم الجميله. لا تنسوا اشتراككم في قناه الملكه والامير وتعليقاتكم ولايكاتكم الجميله. كل الحب والتقدير. مساء الخير احبائي واعزائي. هالة صدقي تخرج من المسيحيه. طلاق هالة صدقي يسبب ضجه عارمه المسيحيه التي انصفها القضاء للمره الثانيه. هالة صدقي تتسرب محركات البحث بعد اعلان طلاقها. تصدرت الفنانة المسيحية هالة صدقي الترند منذ إعلانها طلاقها رسميا من زوجها الثاني سامح ثابت، حيث إنها تعد الزيجة الثانية للفنانة المسيحية ديانا هالي صدقي. طلاق هالة صدقي. قضت محكمة قصر القصر النيلة بتطليق الفنانة هالة صدقي رسميا من زواجها سامح سامي، بعد أن حكمت المحكمة لصالحها بجميع القضايا المتبادلة، فأغلقت المحكمة هذا الملف نهائيا. وفي أول رد فعل الفنانة هالة صدقي، حيث علقت على طلاقها من زوجها سامح وسامي عبر حسابها على الانستجرام، فكتبت قائلا: يوم جديد، يوم سعيد، وكل خير، وكل فرح، وكل نجاح، وانتصار، وشمس جميلة تطلع تنور دنيتنا. واختتمت هالة صدقي منشورة بصباحكم كل خير كم، انهالت عليها تعليقات المتابعين لها بشكل كبير للغاية. وتصدرت هالة صدقي محركات بحث جوجل فور إعلان نبأ طلاقها رسميا. محكمة الأسرة تنصف هالة صدقي. حكمت محكمة أسرة قصر النيل على سامح زكريا زوج الفنانة هالة صدقي بالسجن لمدة شهر لرفع دفع الرسوم الدراسية لطفليهما سامو ومريم التي قدرهما ب50,000 استرليني. تطلب من زوجها سامح سامي دفع الرسوم الدراسية، لكن الأخير يرفض دفعها. كما قررت المحكمة تأجيل استئناف رفعت الشبيب محامي الفنانة هالة صدقي ضد تسكير الزوج سامح سامي بمطالبة زوجته هالة صدقي في بيت الطاعة المقرر عقدها في الأول من سبتمبر، وذلك للنظر في القضية. وحددت المحكمة أيضا جلسة 13 يوليو، وذلك للبت في طلب تجميد النفقة المقدم من هالة صدقي والبالغ 320,000 جنيه وسبب طلاق هالة صدقي. بدأت الأزمة بين الفنانة هالة صدقي وزوجها سامح سامي بعدما طلبت زوجته تحليل الحمض النووي لبصمات أطفالهما التوأم الجيني بعد تصاعد الخلافات الزوجية بينهم ووصولهم إلى طريق مسدود أمام المحكمة بتهمة التشهير بها وطفليها. وأثناء الأزمة مع زوجها عانى والد زوجها من مشكلة صحية بسببها، حيث دعمته الفنانة هالة صدقي ودعمته خاصة بما يتعلق برحلة زوجها للخارج التي شكرها عليها. كل الشكر وكل ليكم الحب، وأتمنى لكم أن تكونوا بخير وسعادة. وهالة صدقي في حالة غير ميسورة، وهي تطلق بمزاجها، وأصبحت هي الآن غير مسيحية، لأن المسيحية ليس بها طلاق إلا لعلة الزنا. ولكن ما هو رد فعل الكنيسة؟ الكنيسة ليس لها دخل فيما يخص إرادة الأشخاص، فهنا هالة صدقي تتصرف بإرادتها ولا تدخل، كما أنها خرجت من الأرثوذكسية إلى الكاثوليكية، ومن الكاثوليكية إلى الأرمن أرثوذكس، ومن الأرمن، فهي تلعب بالدين المسيحي بالتلاعب الذي تراه. ولكن نجد أن الله يحاسب كل إنسان على تصرفاته وعلى ما يفعله. كل الشكر والحب ليكم أيها الأحباء والأصدقاء، وأنتظر منكم تعليقاتكم ولايكاتكم الجميلة وما تفعله هالة صدقي بدينها المسيحي. تقول: صباح جديد وصباح أمل بعد خروج هالة صدقي من المسيحية بهذه الطريقة، ولا نقدر نستطيع أن نحكم هل هي بذلك خرجت أم لم تخرج. الله هو الذي يحاسب الجميع. ليس من حقنا أن نحاسب أي شخص آخر بتصرفات وأفعال، لأن الله هو العادل وهو الذي يحاسب جميع الناس. شكرا لكم أحبائي، وانتظر منكم التعليقات ولايكاتكم الجميلة. لا تنسوا اشتراككم في قناة الملكة والأمير وتعليقاتكم ولايكاتكم الجميلة. كل الحب والتقدير.